استعاد مسرح الأنبرويس بالكاتدرائية المرقوصية بالعباسية نشاطه بعد إغلاقه شهورا بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك يوم الجمعة الماضي مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الكافية. نتابع. بعد قرار عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا بعد أزمة فيروس كورونا، عاد مسرح الأنبرويس بالكاتدرائية المرقوصية بالعباسية ليفتح أبوابه لاستقبال الفعاليات المختلفة، ولكن باتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية. بنعمة ربنا أنا سعيد علشان أخذ بركة المشاركة في هذا النشاط الكنسي المسرحي، وخصوصا في يوم من أهم أيام كنيستنا، يوم عيد الشهداء. هي بتحكي عن مستشفى أمراض نفسية، بتحكي المورال بتاع الحدوتة، يعني إنه كل واحد فينا عنده مشكلة، ومشكلة نفسية ممكن تكون بتؤرقه، ممكن تكون بتزعله، ممكن تكون عاملة له مشاكل دائمة في حياته. ما حدش فينا سليم بنسبة 100%. فبالتالي في المستشفى دي بنعرف في الآخر قيمة الحب في العلاج. إزاي الحب ممكن يغير عنبر ثلاثة، ممكن يغير الكوكب كله. هي احنا بنهني نفسنا ونهني الشعب المسيحي كله بإعادة افتتاح المسرح الكاتدرائية، لأنه الحقيقة هو يعتبر البيت والملجأ والمتعة كلها موجودة في المسرح ده. نشكر ربنا الأمور ابتدت تتصلح وابتدت ظروف كورونا تتحسن، وده شيء رائع جدا بنهني نفسنا ونهني كل الشعب اللي حوالينا. فرحان طبعا ان بعد انقطاع اكتر من 6 شهور نقف على المسرح، فرحان جدا يعني ربنا يديمها كده اهوت، والعرض ده بالذات اخد مننا حوالي 9 شهور شغل ووقف عشان خاطر الكورونا كده. فرحان جدا وببقى مبسوط وانا على شاشه المسرح. المسرح برضه زي ما حضرتك شايفاه كده، حتى فرحه الناس موجوده ان قدروا ان هم يجوا في الوقت ده وان احنا نعرض المسرحيه، فكله ربنا بيدبر كل حاجه عشان الرسالة توصل في التوقيت ده بالذات. مبسوطة جدا، يعني بقالي 9 شهور بعيد عن المسرح. آخر عرض عرضته كان في آخر 12، بس يعني إحساس حلو جدا، شعور جميل جدا. وأتمنى طبعا أن ربنا يزيل الغمة اللي موجودة في البلد دلوقتي وفي كل العالم حقيقي، عشان يطلع لينا الإبداع والحاجات الجميلة اللي احنا كنا محرومين منها الفترة اللي فاتت دي كلها. احنا أخذنا كل الاحتياطات اللي وزارة الصحة ووزارة الثقافة نبهت عليها في فتح المسارح، ان احنا 50% كرسي وكرسي ومترين ما بين كل خطوة، وفي طبعا صورتوا تقريبا اللاين اللي احنا عاملينه، اوكي. وفي بوابة احنا حاطين في البوابة الإلكترونية حاطين فيها مية والكحول، ولا حاطين فيها كلور ولا حاطين فيها اكسجين، اوكي. دي عشان تكون سالمه على الساده الحضور والجست اللي بيدخل. مسرحيه عنبر 3 اولى عروض مسرح الأنبرويس بعد استعاده نشاطه، وتعود ستار مسرح الأنبرويس مره اخرى لترفع وتسدل امام جمهورها لتقديم العروض المسرحيه والفعاليات المختلفه. من امام مسرح الأنبرويس، مريم رفعت، سي تي في.